السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيجي بشكل مستعجل ما بعد الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي بباب الرواح بالرباط بمقر وزارة التربية الوطنية. إذا هذا الاجتماع خصص لمجموعة من الأمور سنتعرفها من خلال هذا الفيديو. إذا عنوان الفيديو هو اجتماع تنسيقي مهم لقطاع التربية الوطنية، تعرف خلاصاته. إذا سنتعرف الخلاصات ديال هذا الاجتماع اللي دار في مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط. إذا هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، بقوا معي. إذا يوم الأربعاء 27 ماي 2020 اللي هو اليوم، ترأس السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذا الصباح بمقر الوزارة بباب الرواح اجتماعا تنسيقيا لقطاع التربية الوطنية، حضره كل من السيد الكاتب العام والمفتشان العامان ومديرات ومديرو الإدارة المركزية للقطاع. إذا دار هذا الاجتماع بالمقر ديال الوزاره بباب الرواح، هذا الاجتماع تنسيقي خاص بالتربيه الوطنيه، قطاع التربيه الوطنيه، حضروا السيد الوزير، حضروا السيد الكاتب العام بالقسمي، وكذلك مفتشان العامان ومديرات ومديرو الاداره المركزيه للقطاع. اذا حول ماذا دار هذا الاجتماع؟ بقوا معايا باش نعرفوا ثلاثه ديال الامور المهمه اللي تكلموا فيها واللي خرجوا بخلاصات فيها في هذا الاجتماع. بقوا معايا باش نعرفوه. يعني أولا خصص هذا الاجتماع لتقديم المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي. إذا في هذا الاجتماع اللي كتشوفوا صورة منه، هذا الاجتماع تخصص باش يهضروا في المحطات المتبقية في هذا الموسم الدراسي الحالي. هذا الموسم الدراسي الحالي كما أكدت الوزارة في مجموعة من الخرجات الإعلامية والبلاغات، أكدت بأنه باقي ما تسالش، ماشي انتهى الموسم الدراسي، فقط تعليق الدراسة الحضورية. أما بالنسبة للدراسة اون جينيرال راها باقة. علاش؟ لانه كما كتلاحظوا دائما في الموقع ديال الوزاره على الفيسبوك وكذلك مجموعه من المنصات تقوم بنشر برنامج الدروس المصوره، يعني الدراسه مستمره عن طريق منصات التعليم عن بعد وعن طريق الثقافيه والرياضيه والامازيغيه الى غير ذلك. اذا هذا هو الامر الاول اللي هضروا عليه. ثانيا استعراض جميع التدابير والإجراءات الوقائية الضرورية التي سيتم اتخاذها من أجل تنظيم محكم للامتحانات المقبلة. كيف ذلك؟ يعني هضروا كذلك في هذا الاجتماع على مجموعة من التدابير اللي الوزارة غادي تاخدها باش تمر امتحانات البكالوريا في أحسن الظروف. إذا كما كنعرفوا بأن الوزارة تجندات من هذه الناحية وأكدت مجموعة من المنابر أنه غادي تاخد واحد الإجراءات وقائية ضرورية باش يكونوا الامتحانات في أحسن الأحوال. إذا قالت بأنه غادي توفر الكمامات، غادي توفر المعقمات، غادي توفر المسافة الوقائية القانونية ما بين التلاميذ، يعني غادي تلقى فقط 10 ديال التلاميذ في كل قاعة أو قسم ديال الامتحان، غادي تعتمد كذلك على المنشآت الرياضية. وشفنا وكذلك شفتوا انتوما بأنه الوزارة كتقلب في المركبات المغطاة وفي بزاف ديال المنشآت الرياضية باش يكونوا مراكز للامتحان، باش تضمن الوزارة داك التباعد ما بين التلاميذ، يعني ما يكونش الاكتضاد في مراكز الامتحان. إذا هذه النقطة الثانية والجوهرية في هذا الاجتماع، هو أنه هضروا على التدابير والإجراءات الوقائية اللي غادي يديروها ويفعلوها باش تمر هذه الامتحانات في أحسن الظروف. النقطة الثالثة والأخيرة هي تحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل 2020-2021. إذا تكلموا كذلك على الدخول المدرسي المقبل 2020-2021، كيفاش غادي يكون هذا الدخول المدرسي، كيفاش غادي ندخلوا التلاميذ الموسم الدراسي وقبل منه الاستدراك. مهم هضروا على مجموعة من الأمور، أهمها هو أنه الدخول المدرسي، فوقاش غادي يبدأ هذا الدخول المدرسي. إذا كنعرفوا بأن الدخول المدرسي 2020-2021 ما غيبداش شهر 9، هذاك راه باقي غادي يكون الموسم الدراسي 2019-2020. موسم الدراسي 2020-2021 غادي يبدا في الاول ديال شهر 10. علاش؟ لانه الوزاره قالت بانه شهر يوليوز اي شهر 9 غادي يكون مخصص للدعم والاستدراك. كيف الدعم والاستدراك؟ حنا كنعرفوا بانه
هذا التعليم عن بعد ما كيشمل جميع التلاميذ. داكشي علاش الوزاره قررت بانه في الامتحانات ديال البكالوريا وجميع الامتحانات المتبقيه انها تعتمد فقط الدروس الحضوريه، بما انه ما كيشمل جميع التلاميذ يعني الوزاره غادي تخصص داك شهر 9 باش تدرك وتدعم التلاميذ باش يكونوا حاضرين انهم يدخلوا في موسم دراسي جديد اللي كنتمنوا انه يكون مليء بالنجاحات. اذا هذا الشيء اللي كان في هذا الاجتماع، كنشكركم على المتابعه وأدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس إن أعجبكم محتوى القناة لكي يصلكم كل جديد. في الأخير كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.